في مثل هذا اليوم منذ 507 من السنين، تمكن الجيش العثماني بقيادة السلطان سليم الأول من هزيمة جيش المماليك بقيادة تومان باي بمعركة الريدانية قرب القاهرة، وكان ذلك بعد مقاومة عنيفة استمرت عدة أيام. بدأ الأمر بعد أن أنهى السلطان سليم فتح الشام وشرع في التقدم باتجاه مصر. أرسل رسولا إلى الزعيم الجديد للمماليك وهو تومان باي يطلب منه الخضوع له، إلا أن هذا الأخير رفض العرض وقتل الرسل. وعندما سمع سليم الأول بهذا الأمر غضب كثيرا وتوجه بجيشه صوب مصر، وكان مقدار الجيش 150,000 مقاتل. في المقابل جمع تومان باي 40,000 جندي، وبالتالي فقد كان هناك فرق كبير بين الجيشين. قام السلطان العثماني بعملية تمويهية فتظاهر بالسير نحو العادلية، ولكنه التف بسرعة حول جبل المقتم ورمى بكل ثقله على المماليك بالريدانية. استمرت المعركة الضاربة بين العثمانيين والمماليك 8 ساعات وانتهت بهزيمة المماليك، إلا أن العثمانيين أيضا فقدوا خيرة رجالهم ومنهم سنان باشا الخادم، حيث قتل بيد تومان باي الذي قاد مجموعة فدائية بنفسه واقتحم معسكر سليم الأول وقبض على وزيره وقتله بيده ظنا منه أنه سليم، وربما كان ذلك لتواضع لباس سليم كما هو معروف عنه. فرض تومان باي، إلا أن السلطان سليم الأول تمكن من القبض عليه، وقد كاد السلطان سليم أن يعفو عنه من إعجابه بشجاعته، إلا أن مساعديه أشاروا عليه بعكس ذلك. وهكذا كانت نهاية المماليك في مصر. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.